الماتشات القليله جدا السنه دي اللي بيعجبني فيها شغل فرانك لامبرد قبل المباراه وكمان اثناء سير المباراه. قبل المباراه راجل رايح وعارف ان هو هيلعب فولهام، فرقه رخمه عندها مدرب رخم زي سكوت بارتر، ما عندهمش اي مانع ان هم يفضلوا يدافعوا طول ال 90 دقيقه، نطلع بنقطه نطلع بنقطه احسن ما فيش يا عم الحاج. فلامبرد النهارده لعب على لعبتين، اللي هيوصل على الطرف سواء حكيم زياش او اسبليكويتا هيلعب عرضيه، والناحيه الثانيه اللي هيوصل على الطرف سواء بوليسيتش او كمان بنشيرو من تحتيه هنلعب عرضيات بس على جيرو. مش محتاجين احنا حته ان في حد يحاول يخش وسط الكثافه الدفاعيه اللي هتبقى موجوده النهارده. الراجل كده كده على الورق بيلعب 3 5 2، جوه الملعب بتلاقي قلبت 5 4 1، 5 4 1 التسعه بيدافعوا ولوكمان هو الوحيد اللي بيحاول ان هو يعمل واجبات هجوميه من تحت هو وكارفاريو المهاجم، يعني الراجل بيهاجم باثنين بس وبيدافع بثمانيه. تخيل بقى تبقى لاعب مباراه دم امها تقيل بطريقه عامله ازاي. ففرانك لامبرد النهارده اللعبه الثانيه غير العرضيات كان بيحاول ان هو يجمع لاعب ناحيه الشمال ويحاول ناحيه اليمين يرمي على حكيم زياش او على اسبليكويتا، والناحيه الثانيه برده كان بيحاول يعمل العكس، يجمع على حكيم ويجمع على اسبي ويحاول الناحيه الثانيه ان هو يغير لعب مره واحده لبن شيرويل او بوليسيتش. الموضوع ده الشوط الاول يعني ما كانش نافع قوي، لان اللعيبه بتاعت فولهام كانوا كاملين 11 لاعب جوه الملعب. كنت بتلاقي ان روبنسون الباك الشمال الباك الشمال اللي هو على الورق كان بيلعب قدام المساكين بيحاول ان هو يرجع في الحاله الدفاعيه علشان خاطر يسد قدام اسبي وقدام حكيم، وكده كده حكيم لو حب يخش جوه نص الملعب هيلاقي ان في بوبي هيلاقي ان في كمان هاريس وهيلاقي كمان ان في دوخه كتير. سعادتك هتلاقي كل اللعيبه بتاعت فولهام هتلاقيهم جوه الملعب، هي اساميهم بصراحه غريبه بس لعيبه ما عندهمش اي نفس للطاقه عندهم، الطاقه عم لامبرد الطاقه لعيبه واقفه على رجليها طول ال 90 دقيقه ما عندهمش اي مشكله ان هم يدافعوا. عادي يا عم العب زي ما انت عايز، بس اهم حاجه ايه؟ لو لبسنا الهدف الاول، لبسنا الهدف الاول ربع ساعه هتلاقي ان هم فتحوا والدنيا بقت بالنسبه لك متظبطه وممكن تجيب اهداف كتير. ما لبسش الهدف الاول هتلاقي ان الدنيا عماله تتاخر. فكان الحل بالنسبه للامبرد كره ركنيه يزيد فيها تياجو سيلفا، كره ثابته تلاقي ان جيرو خطفها، كره من العرضيات، اما غير كده لعبه في نص الملعب بقى وابداع حكيم وابداع موسم مونتا او اي حاجه كنت منتظرها من لعيبه نص الملعب زي كوفاتيتش ما فيش. ما انت زي ما قلت لك هتلاقي ان في 8 لعيبه بيدافعوا في الحاله الدفاعيه بالنسبه لفرقه فورهام، فهتلاقي ان والله في مشكله. في مشكله في ايه؟ حكيم كله بيحاول يضم بيلاقي في 3 لعيبه بيطلعوا عليه. الناحيه الثانيه بتلاقي ان موسم مونت ربنا كرمه لو حاول يزيد وبيلاقي ما فيش مساحات قدامه ان هو يصوب فبتلاقي الدنيا بايظه خالص. وكده كده كوفاتيتش الراجل اول ما بيروح وبيشوف في زحمه بيجي راجع تاني، فالموضوع كان صعب في البدايه لحد ما بيطرد روبنسون على التدخل الغشيم اللي عمله على اسبليكويتا، وبتلاقي ان الملعب بقى فيه مساحه انك تلعب ناحيه اليمين اهو، العب بقى ناحيه اليمين وطير اسبليكويتا. بصراحه عجبني فكره فرانك لامبرد حته ان انا مش محتاج جورجينيو، جورجينيو كده كده مركز سته، جورجينيو مش محتاجه هجوميا اطلعه واحط مكانه موسم مونت وازود اثنين مهاجمين، العب بتامي ابراهام والعب كمان بجيرو كده كده ثوابت، وبنلعب برضه عرضيات علشان خاطر الاثنين مميزين بنفس الخصائص بيعرفوا يلعبوا بدماغهم كويس. ونخلي نخلي موسم مونت يزيد من تحت راجل مركز ستة بس بيعوضه لما هو بيحاول يعمل الواجبات الهجوميه بيعوضه تياجو سيلفا بيكون مكانه كمركز ستة. وكده كده لا هتلاقي لا في زيادات من لوكمان ولا هتلاقي في زيادات من كارفاليو، خاب بس من اسبليكويتا وهو بيرجع الكوره لميندي لان هو لو غلط هتلاقي ان الدنيا باظت، ودي فعلا كانت اخطر كوره على تشيلسي الشوط الثاني. غير كده طول 44 دقيقة تشيلسي عمال يلعب بالطول وبالعرض وعمال يوزع اللعب هنا وبيفضي مساحات هناك، وتشيلسي بيحاول لحد ما بيقدر ابن فرانك لامبرد البار موسم مونت ان هو يحرز الهدف الاول علشان خاطر بابا يفرح بيك، ويحاول ان هو الحمد لله النهارده خدنا 3 نقط علشان خاطر كل اللي انا عملته في التشكيلة يبان ان هو صح ويبان ان انا قريت الملعب صح وما حدش يتكلم معايا. لو انت من المحبين لحكيم زياش فالراجل النهارده حاول على قد ما بيقدر في العمق، بس كان في زحمه كتيره جدا من لعيبه فولهام فالراجل ما كانش متاح ليه تصويب كتير، حتى الاماكن اللي كان متاح فيه التصويب الراجل ما كانش عنده اي مانع ان هو يصوب على المرمى زي ده كان بيعملها من على الطرف في الكره العرضيه علشان خاطر يعمل كثافه في منطقه الجزاء. الراجل حرفيا احسن تاني لاعب في المباراه بعد موسم مونت. ولو اتكلمنا على موسم مونت ودخلنا في حته ان فرانك لامبرد قعد النهارده كاي هيفرتز وقعد تيمو فيرنا عشان خاطر روتيشن، لا كلابو سان طويل ما قعدوش عشان خاطر روتيشن، هو قعد تيمو فيرنا عشان خاطر ما كانش محتاج تيمو النهارده اساسي، لان احنا اتفقنا ان جيرو مميز بالالعاب الهوائيه فما ينفعش ان هو يقعده على الدكه النهارده في مباراه تكون رخمه وخصم هيكون غلس، فكان محتاج جو. والشوط الثاني هيدور على لو الماتش خلصان بدري بدري نطلع المهاجم الرئيسي اللي هو جيرو وننزل كمان تيمو فيرنا، او لو المباراه متعقربه ننزل تيمو فيرنر كمهاجم تاني زي ما الراجل ما عمل النهارده. فهو كان حاطط في دماغه ان انا هستخدم تيمو، اما كاي
يا شاطر عامل حسابه ان هو يستخدم كاي هافرتز، مهما النتيجه كانت اتغيرت، مهما كانت حصلت اي حاجه، ما كانش هيستخدم كاي هافرتز. لو انت بقى قعدت تقول لي طب ما لو الطرد ما كانش حصل، هل تشيلسي كان هيكسب؟ اقول لك دي غيبيات يا حبيبي، احنا هنهبط في غيبيات برضه. المهم النهارده تشيلسي بيقدر ان هو يحقق مكسب غالي جدا، مكسب نط بيه للمركز السابع، والنط من المركز السابع للمركز الاول مش صعبه، كلها 10 نقط. وكده كده يونايتد عامل زي الفيل، ان انت مش عارف هو ازاي وصل للمقدمه ازاي، وكده كده منتظر سقوطه. فحته ان تشيلسي ممكن يكون قادم بقوه المراكز الاولى، ممكن لو غلب ليستر سيتي تلاقي ان تشيلسي نط في الجدول مركزين ثلاثه، وتلاقي ان تشيلسي رابع وبينافس على الثاني والثالث، والدنيا بالنسبه له بقت مظبوطه في المقدمه. الدوري الانجليزي السنه دي مش مفهوم الخريطه رايحه فين، وبما ان الخريطه مش مفهومه فما كانش على الست دقايق مش مفهومين دول، وتعمل لايك لاخوك او سبسكرايب، ولو الفيديو ما عجبكش زيد براحتك في الكومنت.